Marrakech, que ce festival, c'est la troisième fois que je viens ici. Et ce festival vraiment donne l'opportunité à plein de films d'avoir un chemin international. Et Marrakech, c'est magique. ولا انا اول مره كنحضر مهرجان السينما لانه يعني ما تحش لي الفرصه من قبل لي شرف كوني بنت مراكش مراكشيه والحمد لله شفنا التنظيم زوين بزاف المهرجان كيتيح لنا فرص اننا نتعرفوا على فنانين ومخرجين مغاربه وعالميين ما عمرنا ما شفناهم وكنتمناو حتى حنا السينما ديالنا توصل عالميه وحتى حنا ككونا مغاربه نكونوا في مهرجانات عالميه اكيد يعني الناس يعني تلقيت دعوات ولكن فضلت انه نحضر الختام كما كنقولوا ختامه مسك شكرا لا ماشي بالضروره غير هو ما تعجبنيش نبقى كل نهار غاديه جايه لانه كنظن هذا ريد كاربت ماشي عرض ازياء يعني فضلت انني نجي في اليوم الاخير ونخليو فرصه للممثلين اللي مشاركين بالاعمال السينمائيه لانه انا ما مشاركاش بعمل سينمائي ماشي عيب ماشي عيب ماشي عيب هذا الامر هو غيكون عيب في حاله وحده لو كانوا الفنانين المغاربه ما حاضرينش كنعتقد مجموعه من الفنانين حاضرين تبارك الله ومجموعه الاخرى علاش ما حضراتش ما عنديش علم ولكن في الاول وفي الاخير يعني سي با ان غران بروبليم بالعكس Je suis très heureuse de retrouver notre festival, le Festival du film de Marrakech. Donc c'est une occasion de promouvoir le cinéma marocain, c'est bon pour le pays, pour la ville de Marrakech. Je suis très heureuse de retrouver notre festival, le Festival du film de Marrakech. Je le respecte, Inch'Allah, beaucoup de courage. Je suis très heureuse de retrouver notre festival, le Festival du film de Marrakech. Le mohim, c'est le travail, le mohim, c'est le film de Marrakech. Le mohim, c'est le travail, le mohim, c'est le film de فهمتي الا تتبغي انت يا الصفر وانا تنبغي الاحمر عندك الحق وعندي الحق اذا الجائزه هذيك غير خضره فوق الطعام الا جات ما كاين مشكل المهم هو الانسان يشتغل ويدير العمل عمرك علاش لا بوكو با علاش حنا نحقروا راسنا علاش اون سي جامي كنتمناو ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم